نرجع لمتابعة أخبارنا. والنهاردة الحقيقة في النشاط الرئاسي في اجتماعين مهمين للرئيس، اجتماع ليه علاقة بالملف الداخلي، ولسه طبعا بنتكلم على المشروعات والشغل والتنمية، وخاصة بقى أنه المشروعات بتكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحالي مع الظرف اللي العالم كله بيعيشه، التحدي الاقتصادي، الأمن الغذائي، وأنك توفر يعني كل الإمكانيات أنك تقدر أنك تتعامل مع احتياجات شعبك مع الضغوط طبعا ومع الأزمة اللي موجودة دلوقتي. علشان كده الاجتماع الخاص بالرئيس النهاردة كان مع رئيس الوزراء بطبيعة الحال ومع وزير الزراعة ورئيس هيئة قناة السويس، والاجتماع كان لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القومية المتعلقة بقطاع الأمن الغذائي. تحديدا الرئيس النهاردة اتكلم على منظومة تنمية الثروة السمكية، وأنه يتم توفير كل الإمكانيات اللازمة ليها علشان نشتغل عليها أكتر ونعظم من المخزون السمكي في مصر ونحقق الاكتفاء الذاتي منه، ده غير طبعا مسألة التصدير اللي الدولة المصرية مهتمة بيه جدا في الوقت الحالي. الرئيس كمان اتكلم على حسن الإدارة، الاستعانة بالخبرات المتخصصة علشان نقدر نحقق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة. غير الثروة السمكية، كلام النهاردة كمان كان عن الثروة الحيوانية، وإن ليها مردود كبير طبعا، تحقيق الأمن الغذائي بكل تأكيد، مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والمواطن العادي. فالرئيس النهاردة يمكن كان سبق وفتح الموضوع ده قبل كده، التوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمها على مستوى الجمهورية.